خلال العشرية السوداء هاجر سكان هذه المنطقة منازلهم باحثين عن أماكن أخرى للعيش في أمان. القلعة واحدة من بلديات ولاية غليزان التي عانت الويلات. المناطق هذه كانت كاع محرومة، ما كانش اللي يخرج. هذه البلاصة اللي رانا فيها ما كناش نمشوها، ما كناش نجوها. كان نمشي على الخدمة ثاني، كان كلش كاين، شتنا كل شيء. الحقرة، الإرهاب، الأموال مسروقة، الناس هملت، ما خلوا أولاد، ما خلوا بنات، شتنا بعينينا الهم مشى علينا. قتلونا من العائلة، قتلونا واحد هنايا في دوار درجة، قتلونا واحد فاميليا، واحد ثاني هنا من البلاد كوميسي مسكين، قتلونا واحد عج كان مينيتال مسكين. أنا هربت، أنا روحت لوهران، قعدت 18 عام في وهران. 18 عام هذه قعدتها في وهران، هربت منها، هربت. أنا كتبوني يدوا لي كابوس في صدري. اليوم ها هي ثمار المصالحة الوطنية مشاريع تنموية أعادت للقلعة بريقها. فخامته بنينا هذا المشروع هنا، هذه البلاصة ما كناش نجمو نتمشاو فيها. منطقة كيما هذه ما كناش نتمشاو فيها. اللهم بارك يا ربي بنينا ستاد. شوف قدام إن شاء الله. كريمير، سويام، دي تيبلكس، طريق، قدرون حتى يجي شكون الجبل، طريق، ستاديو سبور، شاطو دو، سبيطار. من أكبر حاجة ما كناش نتوقعوها كاع، ما كناش نحلموا بها. صوفاونا، صوفا ولادنا، صوفا فاميلتنا كاع. الحمد لله يا ربي. ضروري كيفاش راهي الأمور؟ رانا غايرين، رانا مستقرين، رانا الحمد لله، رانا في سقر أمان، رانا في الأمان. الحمد لله كما قلتي جات المصالحة وجات ودعمنا كاع، ورانا في الحمد لله ولينا كاع لديارنا، ولينا كاع رحابينا. الحمد لله هضروا فيا ودي، الحمد لله. وندعوا بوتفليقة ولوليداتنا كاع الأمور، ربي يحفظهم ويسترهم. وين المنطقة هذه في العشرية السوداء عرفت هجرة قريب كاملة تاع المواطنين، والحمد لله بالإعانة الدولة والمصالحة والوئام المدني وقرارات فخامة رئيس الجمهورية. فيه برامج عدة اللي استفادت منها منطقة القلعة. فميثاق السلم والمصالحة الوطنية أعطى للجزائر دفعا قويا للأمام ليسود الأمن في البلاد.